والذين يحرجون على ولي الأمر هم أحد فرقتين، إما فرقة العلمانية والشيوعية التي لا ترى إقامة السلطة ويرون أن الحكم للمجتمع وأن المجتمع يحكم نفسه بنفسه وليس بحاجة إلى رئيس، وهذا ما يسمونه بالديمقراطية. الديمقراطية هي حكم الشعب نفسه بنفسه دون أن يكون له ولي أمر ورئيس يقوم بالسلطة على الجميع. والفريق الثاني فريق المعتزلة والخوارج الذين يرون أن الخروج على ولي الأمر إذا كان غير مستقيم لكن لم يصل إلى حد الكفر، يرون أن هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقولون هذا الوالي عندهم منكرات وعندهم مخالفات، فنحن نريد أن نزيله تغييرا لهذا المنكر، فنقول لهم المنكر الذي ارتكبتموه في فعلكم أشد من المنكر الذي كان عليه ولي الأمر، لأنكم بفعلكم هذا تشقون عصا الطاعة وتفرقون الجماعة وتسلطون العدو وتسفك الدماء وتنتهك الأعراض بسبب هذا التغيير الذي رأيتم أنه من تغيير المنكر، فأنتم غيرتم المنكر إلى منكر أشد منه وأقبح. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعة ولاة الأمور وإن جاروا وإن ظلموا وإن فسقوا ما لم يصدر منهم كفر بواح وما لم يأمروا بمعصية الله، لا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق. فإذا أمر بمعصية لا يطاع في هذه المعصية لكن يطاع في غيرها، فهو معناه أنه إذا أمر بمعصية تنخلع طاعته، بل معناه أنه لا يطاع في المعصية لكن ولايته باقية وطاعته باقية لكن نتجنب المعصية فلا نطيعه فيها. هذا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.